أيضا من المواقف العظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي بها أو بواحدة تانية أختم، ما وقع الاثنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ودل كانوا صغار في السن. فأنت ركز معاي لسنهم وهمتهم العالية وقارن. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا في بدر، قال: إذ كلمني شاب صغير، ودل لعله هو خالم، الأول اسمه معاذ ابن عمرو ابن الجموح، وكان شاب صغير يعني يا دوب تجاوز 15 سنة، وعندنا احنا زي ده بيكون بطقش في البلي برا ولا مدردق له لستك وما في، ولا بعكسه في البنات عامل لك فيها وجيه يعني، تلقى مسوي لك شعيرات وكده وحالك بجاي وعامل له صريمه، شفته؟ وما في اي فايده، اي فايده ما فيه، ينوم ل 12، يصلي الصبح بعد ما يفطر ما فيهم فايده، والليل كله تلقاهم قاعدين برا. يا ناس شوف بالله الشباب الصحابه كانوا كيف. قال واحد منهم، اثنينهم، واحد منهم قال عن يميني: فهمس لي دون ان يسمعه صاحبه، عشان التاني ذاك ما يسمعه. قال له: يا عمي اين ابو جهل؟ ابو جهل وينه؟ قال: وماذا تريد به؟ انت داير بشنو ابو جهل ده؟ كويس. ابو جهل ده بني ادم زي الفيل، شفت الفيل؟ وده شاب صغير. قال لي: انت ابو جهل بتسال مين داير بشنو؟ وابو جهل هناك في كتيبه بتحميه، كويس، حوالينه كانهم الغاب، شفت سيوف ورماح كانها غابه، ده حوالين ابو جهل، ورجل ضخم بصورة ما طبيعية، بعد شوية حتشوف شكله كيف. فقام شوف الهمة العالية بتاعته ذاته، عشان احنا ذاته شبابنا يتربوا على همم عالية، ما يتربوا فطايس ساي، الواحد همه كله يجيب له تليفون شايت والناس مع البنات، ده موضوعك كله يا اخي؟ خلي نفسك عالية يا اخي، شوف ده همتهم كيف. قال له: سمعت انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: والله لن يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال له: ما بفارقه، كان لقيته إلا يموت اللي الله كاتب له يموت أول بس، 15 سنة، كويس. طوالي قال: وسرني الآخر الثاني اسمه معوذ بالكسرة، معوذ، ناس بيقولوا معوذ، لا ما معوذ، اسمه معوذ ابن العفراء، برضو قال لنفس الكلام ده، وبرضو شاب صغير. أول ما شاف أبو جهل قال لهم: ذاك صاحبكما، هذاك بس الحقوا. قال فانطلقا، ما وقفوا تاني، وخشوا في نص الناس اللي بيحمون دين. قال: فأما الأول فضربه، ده معاذ، ضربه قال في رجله فأطن قدمه، قال فوقعت كأنها جذع نخلة، شفت جذع النخلة؟ بتعرفوا الساق بتاع النخلة، بني آدم ده قدر كيف أصله؟ قال رجله طارت. قال فضربه عكرمة، عكرمة ولد أبو جهل كان مشرك الوقت ذاك، قال بيحكي براو معاذ، قال فضربني في يدي فقطعها وصارت متعلقة بجلدة منها، اليد قطع من هنا وبقت متعلقة بجلدة منها بس، وأجهز عليه الآخر الثاني معوذ فضرب أبا جهل فصرعه، بقى واقع في الأرض. بعد ما واقع، عشان تعرف زول ده عاتية غريبة خلاص، بعد واقع في الواطه ويصد الناس بسيفه، بضارب بعد راقد في الوطن، ابن مسعود
جلقه فصعد على صدره. قال ابن مسعود قال ضربته بالسيف حتى برد، حد ما برد كسر يده كويس. قال فصعد على صدره فلم تبلغ رجلاه الارض. كده انت تخيل معايا ده برميل في الوتر، شنو هو ده الصوت؟ زول راكبين في صدره الكرعين وما يحصل الارض كويس. ده شغلانه ذاته ما طبيعيه. بعد ما قطع راسه ما قدر يشيله، ابن مسعود جاء رجل النبي جر كرر بالواطا ترأس ابو جهل. شوف همة الشباب ده كيف يا اخوان. بعد ده قال رج يده معاذ بن عمرو بن الجموح يده بقت مدلدله. قال فلما ارهقتني، يكاتل بها مدلدله كده، فلما ارهقتني قال وضعتها على الارض ووضعت عليها رجلي، قال وتمطأت عليها فقطعتها. طق قطع. الامام الذهبي علق على القصه دي كله بس بيحكي ساي، بيقول اول ما جاء في النقطه دي قال والله هذه هي الشجاعه دي، تاني ورا ما في شيء. انت هسه بتقدر على زي ده؟ قال ليس كمن، بعلق الذهبي، كمن جرح جرحا بسيطا. قال فطار قلبه وخارت قوته. تحسب كون انك جريحه صغيره بس ضفرك ضفرته غلط، بس الضفر ضفرته غلط، خش في اللحم شويه تلقاك رافع كراعك فوق وامورك مبشتنه وتنتهي كله كله. يا ناس عليكم الله، عين الدين ده جانا كيف؟ ونحن هسه بنلعب بالدين كيف؟ نحن لاعبين به عقيده وعبادات كله، ما مدينا الدين ده أدنى اهتماماتنا ولا أدنى اهتماماتنا. وشوفوا النازل بالله الدين ده جا كيف، يد دي مقطوعة عايش بيها ليه زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، بيد واحدة. يا ناس الشدة والله دار لزول تكران عديل، الدين ده زول نهي ما بقدر يمسكه، ده زول ذكر نجيد وتبقى على الدين ده عديل، ما تبقى كراع به جاي وكراع به هناك. يعني كانك انت كل مره بتتاوي كده، ترى تشوف الشغلانه كان ماشيه كويس بتمشي، الشغلانه ماشيه كويس بتتلب. هذا اركب عديل ما تقول ترازي، كل مره بترازي كده بتتاوي. ابقى نجيد واركز عديل. واخر ما اذكر مما يرفع همتنا يا اخواننا ويورينا انه نحن ما عملنا حاجه، عشان ما تشوف رقبتك خلاص والله يا زول نحن هو نحن مقصرين هسه. يقول لك يا زول نحن والله بنمشي المحاضرات وبنصلي 5 صلوات في الجامع، نحن انت عملت ايش يا زول؟ انت ما عملت اي حاجه. سعد رضي الله عنه قال كنت سابع 7، الاسلام ده هو 7 انفار بس، وقال وانا سابع. قال وليس لنا طعام إلا ورق السمر، ده ورق بتاع شجر. قال بناكله. قال فنخرج كما تخرج الدابة. يعني الزول لما نمشي إلى الإخراج اللي بيطلع منه زي البعر بتاع الدابة ده من شدة قسوة الأكل اللي بياكله. قال ويأتي اليوم، لا هو الكلام ده قاله بتين لما جاء واحد من بني سعدة، قام قال سعد ده وكان والي بتاع الكوفة، قام قال لهم سعد ده لا يسير بالسرية ولا يحسن يصلي ذاته، قال لهم الصلاة ما بعرف يصلي. فقال له انت تجي قال له تعلمني انا الصلاة وتعيرني بذلك. فذكر هذا الكلام مما يبين يا اخواننا شدة جهاد الصحابة، ويبين صبر الصحابة وما قدموا لهذا الدين. فنحن بنحتاج أول شيء ننظر لسيرهم دي ونستضعف نفسنا قدامهم، ثانيا ترتفع همتنا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وفي البذل والعطاء لهذا الدين، وثالثا نحتاج إلى أنه يكون الدين عندنا أغلى من أي شيء، ما يكون عندك آخر حاجة. يعني الواحد بعين للبيعة بتاعته ناس السوق
انا عصرت على ناس السوق اليومين دي لانه شغلانه جايطه شديد. الواحد بعين للبيعه ويشوف نفسه ربحان ولا ما ربحان، وبيطلع منها بكم. اخر حاجه بعين لها حلال ولا حرام، اخر شيء. يعني هو من الاول كان لقى ما ربحانه ولا بيشتغل بيها، بعد ما يشوفها ربحانه وتبدا يبدا فيها الكويس، الكويس الكويس، بعد ذاك بيسال حلال ولا حرام. واما الطرنقع بيدوس سايق يقول لك يا زول احنا ما نمشي دنيتنا. فزول يا اخواننا يعمل لاخرته ويجتهد فيها، اما امر الدنيا ربنا بمشي لك وربنا بكفيك اذا انت اتقيت ربنا سبحانه وتعالى وعملت لاخرتك. اكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.